هنتعلم دلوقتي في المافين كورس بتاعنا ازاي نخليها عالية قوي زي ما نشوفها في المحلات، وفي نفس الوقت تبقى هشة وفلافي وطرية وتبقى تشوكلتي جدا 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 وما تتحرقش منكم. المافن دي مويست طرية جدا. انا هنا طبعا الانجريدينتس كلها المقادير قصادي. هنبتدي اول حاجة نحط الدراي في بولة، اوكي، وبعد كده في بولة تانية هنحط الوقت. هناخد اول حاجة هننزل الدقيق بتاعنا، ده دقيق عادي. هننزل الكاكاو، الكاكاو منخول ضروري جدا. وهنا عندي كاكاو تاني، ده غامق وده فاتح. لو ما فيش غامق وفاتح استخدمه، يعني فاتح بس غامق بس مش فارقة. وعندنا بقى هنا الملح بتاعنا، البيكنج سودا، بيكنج باودر، وهنقلب كل دول مع بعض يختلطوا كويس، وهنحط البولة دي على جنب. دلوقتي هنا عندي البولة التانية بتاعتي، دي بتاعت الوات، اوكي. اول حاجة هنعملها هننزل البيض، وبعد كده هننزل الفانيليا، السكر البني، السكر الابيض. عايزينهم بس يختلطوا. هننزل عليهم دلوقتي الزبدة، الزبدة بتاعتي السايحة. هنقلب برضو تقليبة. وهنا عندي الباتر ميلك، لو ما فيش باتر ميلك ممكن تستخدموا شوية لبن، تحطوا عليه شوية خل أو شوية ليمون. وهنقلب الباتر ميلك. الحلو في المافن انه مش لازم تقلبه كتير، لان المافن فكرتها انه يبقى فيها يعني قطع، ما تبقاش كريمي وسموث قوي. دلوقتي هننزل الساور كريم بتاعنا، الساور كريم هيديها نكهة لطيفة جدا. هنقلب، في هنا عندنا الزيت، بس يا دوبك كله يختلط كده. هنكون خلصنا الوات انجريدينتس، خلاص كده انا مبسوطة قوي. هناخد البولتين بتوعنا، طبعا بما ان احنا بنعمل مافن ضروري جدا ان ننزل الوات على الدراي، اوكي. لما بنعمل كده هتلاقوا ان الباتر بتاعتكم شويه كلامبي، مش هتبقى كريمي، فده اللي احنا عايزينه. كلامبي يعني احنا عايزين يبقى فيها شويه قطع، مش عايزينها تبقى كريمي كده زي ما بنعمل الكب كيكس، لا عايزين فيها قطع. وهنقلب، مش هنقلب جامد، نحاول نجيب كل حاجة من البولة من فوق. خليني اجيب المعلقة الخشب بتاعتي، هتساعدني اكتر في التقليب عشان لسه انا شايفة فيه دقيق من تحت. بس شايفين في دقيق لسه من تحت، فده مهم جدا انه يختلط، بس انا بحرك بالراحة مش بقلب جامد. تقريبا كده خلاص بقت شايفة دقيق من تحت، وانا هقف على كده اهو. بصوا شايفين هي فيها لسه، لما تركزوا فيها لسه شوية قطع كده، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزاها كريمي. ده هيدينا قوام للمافن اللي احنا عايزينه. دلوقتي انا هنا عندي نوعين شوكولات، عندي شوكولات شيبس وعندي شوكولات بيسز، ممكن لو حابين تكبروهم عن كده عادي جدا.
دول اخر حاجة بيتحطوا. هنقلبهم بقى بالراحة كده، بصوا بالطريقة دي. يعني انا مش هقولكم شماها دلوقتي، شم ريحة الشوكولاتة جميلة، ولما تخش الفرن بقى كل ده هيسيح. تخيلوا بقى، هنا عندي الصينية بتاعت الكب كيك، وحط عليه فيها كب كيك لاينرز. طبعا لو هتستخدموا الكب كيك لاينرز الصينية مش لازم تدهن خالص، اوكي. وبحب دايما استخدم ايس كريم سكوبر عشان اتأكد ان كل واحدة فيهم خدت نفس الكمية. طبعا انا دلوقتي بحط 2 سكوبس في اللاينرز بتوعي، عشان اللاينرز بتوعي دول كبار، فانا حابة ان المافن بتاعتي تبقى يعني كبيرة، مش عايزاها قصيرة، هيبقى شكلها مش حلو مع الكب كيك لاينرز دول. خلاص انا كده المافنز بتوعي جاهزين. دلوقتي انا مشغلة الفرن على 200. ليه مشغلة على 200؟ عادة الكب كيكس واحيانا شوية ريسيبيز من المافنز بتبقى على 180، بس انا عشان عايزة المافنز بتاعتي تاخد الدوم او القبة الحلوة دي بتاعتهم، فبروح مدخلها على درجة حرارة عالية وبسيبها بالظبط حوالي 10 دقايق كده. بعد كده بروح موطياها على 180، فهم هيخشوا ياخدوا زي الشوك، هيقبوا كده مرة واحدة، وبعد كده هيكملوا سوا بقى على 180. فتعالوا ندخلهم. وده شكل المافن بعد ما طلع من الفرن. طبعا شلته من الفرن وحطيته بالظبط 5 دقايق في البان بتاعته عشان بس يريح شوية. بعد كده على طول رحت شايلاه وحطاه على كولينج راك. عملت كده طبعا عشان لو قعد، فضل قعد في البان، البان طبعا لسه سخنة، فهيقعد هيكمل سوا وهينشف منكم. فمهم جدا تشيلوا المافنز على طول، يعني 5 دقايق تشيلوهم وتحطوهم على كولينج راك. من الحاجات المهمة اللي عملناها برضو ان اخدنا طبعا الوات انجريدينتس حطيناها في بولة واحدة، والدراي انجريدينتس في بولة تانية، وبعد كده اخدنا الوات انجريدينتس حطيناها في الدراي. ليه بنعمل كده؟ عشان لما بنحط الوات على الدراي الكونسيستنسي او القوام بتاعها بيبقى كلامبي او في حتت، وده اللي احنا عايزينه للمافن، لان المافن مش كب كيك. الكب كيك عادة الباتر بتاعتها بتبقى كريمي، احنا عايزين الباتر بتاعنا يبقى في قطع، ومش عايزين اوفر ميكسينج كتير. وكمان انا مستخدمة لاينرز كبيرة زي ما انتم شايفين، فانا حطيت 2 سكوبس في اللاينر بتاعي عشان حباهم يعني يبقوا واصلين للاخر. لو هتستخدموا لاينرز صغيرة هي عادة بتبقى سكوب واحدة كفاية. الفرن برضو من الحاجات المهمة جدا، هتخلوا الفرن على 200، هيبقى عالي. هتدخلوا الكب كيكس بتاعتكم الفرن حوالي 15 دقايق، ياخدوا شوك كده، عشان الشوك دي هي اللي هتديهم الدوم العالي ده. بعد 15 دقايق هتروحوا موطيين الفرن على 180 عشان يكملوا سوا. في اخطاء بشوفها كتير من ناس، بعد ما بيطلعوا المافنز بيسيبوا المافنز بتاعتهم في التري، ممكن عادي جدا بالنص ساعة او ساعة كمان. ده غلط جدا، لان التري تخيلوا كانت في الفرن فسخنة قوي، فالمافنز هتفضل جوه التري، هتفضل تستوي وتستوي وتستوي، فده هيخليها ناشفة جدا جدا. واحنا طبعا يعني احلى حاجة في المافن انها تبقى طرية ومويست، فخلوا بالكم من النقطة دي. على طول 5 دقايق تريح في التري، تنقلوها على الكولينج راك.